ينفعش ان انا ادخل المطعم بتاعي وانتوا كمساعدين ليا ما لقوش. ده كلام فارغ، ده كلام مش مظبوط. حضرتك النهارده الاكلات كلها هتتم على اكمل وجه، في اي طلبات مني معينه؟ لا حضرتك شوف اللي حضرتك عايز تعمله، احنا موجودين معاك حضرتك. انت مصر على حضرتك برضه؟ ماشي. طيب حضرتك تقدر تتفضل وانا هتصرف. ماشي، انا هروح دلوقتي اشوف الناس واجي. انه ناس المهراج الهندي والعالم دي كلها. اتفضل. دلوقتي يا جماعة فرصتكم النهاردة، هعلمكم أكلات جديدة. الأكلات اللي هعلمها لكم عمركم ما تتخيلوا إن أنتوا تتعلموها في أي حتة غير عندي. كله يجمع؟ كله يجمع. أهم حاجة وأنتوا شغالين، الشيف الشاطر هو اللي دايما بيبقى بيعمل دوشة طول ما هو شغال. طول ما هو شغال يعمل دوشة، يلبخ الناس في الدوشة، مش مهم هو بيطبخ إيه. أوكي؟ زي محلات الكشري يعني، نقعد إيه ونقعد نخبط. إيه ده؟ ده مين ده قريبك؟ ده ابن اختي، معلش جايبه اتبسط. جايبه اتبسط؟ في يوم صعب زي ده؟ جاي يتدرب النهارده؟ معلش يا مستر. ماشي، عموما هنشتغل دلوقتي. حد عايز يسأل أي حاجة قبل ما نشتغل؟ أنا. اتفضل. المسقعة الهندي تتعمل إزاي؟ المسقعة الهندي بنجيب بتنجان هندي. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتشرب لبن؟ بشرب شوية. أنت مش اتفطمت يا؟ المسقعة الهندي بنجيب بتنجان هندي وبنجيب فلفل أخضر هندي وبنجيب طماطم هندي ومعاهم فصين توم مصري. إيه ده، اشمعنى التوم مصري؟ وهنلاقي توم هندي منين يعني؟ المهم بعد ما بنجيب ده بنقلبهم كلهم مع بعضهم وندخلهم الفرن، نطلعهم الفرن نديهم لأي حد هندي ياكلهم بقى. ده بالنسبة. عايز إيه؟ عايز أخش الحمام. أنت جايب لي طفل معاك؟ معلش دخلوها زروة الدنيا. اللبن فظيع. انت عايز ايه؟ عايز اعمل حمام. هنزل انا بس تحت. بس 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 حاضر. بس يا حبيب، بس يا حبيب، بس يا باب، بس مش يوم هبل خالص النهارده. معلش يا شيف. نعم. هو انت يا شيف لما كنت مسافر الهند كنت شغال شيف برضو؟ مين اللي سأل السؤال ده؟ الواد ده. افتح ايدك. انا مالي؟ افتح ايدك. عارف ده ايه؟ ايه ده؟ المضرب بتاع البيض. ها؟ الله يسامحك. والله مضرب بيض، والله انا ما بهزرش. ايوه. انتوا فهمتوها ايه؟ مضرب بيض. ماما بتعمل بيك كيكه، بتقعد تعمل كده، صح؟ كيكه. مشيها كيكه. والله كبرت وبقالك حس يا. ها؟ دلوقتي عايزين تعرفوا اي حاجه تاني؟ ايه الاكلات اللي احنا هنعملها للمهراج؟ احنا هنعمل كركم بالكاري، اوكي، وهنعمل يعني شويه اكلات هندي. اسمها هيبقى صعب عليك، وانا قعدت 3 سنين في الهند، بس لعلمك هناك في الهند بيتكلموا 100 لغه، يعني اي حد عايز يتكلم اي لغه يتكلمها، مش مهم يبقوا شبه بعض. ايه ده، وفهموا بعض ازاي؟ واللي عايز يفهم يفهم، اللي مش عايز يفهم ما يفهمش. يعني هناك الهند كل حاجه متاحه يعني. عشان كده يا جماعه الاكلات دي مهمه جدا، لان المهرجه لو جه واتبسط المطعم ده هيبقى ايه. معلش يا باشا، ثانيه واحده بعد اذنك. ايوه ثانيه واحده يا باشا. ايوه مستر عساف. خير دلوقتي الحرس الهندي جه. الحرس الهندي؟ الحرس الهندي بتاع المهرجه جم. جم. فين هم؟ بره. موجودين فين؟ الحرس الهندي بره. موجودين جوه؟ جوه بره. جوه جوه موجودين هنا بره على الباب بره. مين دول؟ الحرس الهندي بتوع مين؟ بتوع المهرجه. فين هم؟ في الباب. فين المهرجه؟ بره. والحرس في الهند. قصدي الحرس الهندي. الحرس الهندي موجود مع المهرجه. فين المهرجه؟ على الفيل. والفيل فين؟ في الهند. الفيل في الهند. والحرس جم. نادي الحرس بسرعه. على الباب بره. هاتهم بسرعه. نادي الحرس. يلا يا جماعه جهزوا. الحرس الهندي كيرامولا يتفضل. انا هندي وابويا هندي، بسماري ولوني هندي، وكل هند الله علي، وكل هند الله علي. شربت
شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند وكل هند الله عليك وكل هند الله عليك. سينا سمر سرمر سينغالا سينمالا برون سينغالابا سينمالا سرمر تيروبلا سيرو سينما سيمون ترابريكا سوماتي رمان نبرا سيمون ترابريكا 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 للغة العربية اضغط واحد للغة الهندية اضغط رقم اثنين سينما سينما انا بقول لك ايه سي انا ضغط واحد وانا في ايه سينما سينما ايه ما انا اتنيلت دوست واحد بولا سينما هنقعد ساعة بقى تغني بالسيني بولا بنت انا داي الزف سينما بقول لك ايه هتعملوا فيها عساكر صلاح الدين لا سينما كوتوس فين سينما ولا بوليسينما بوليسينما ايه يا عم في ايه ما انا دايس من الاول بص هنا واحد هنا اتنين هنا بغير ما تدوسش سيدو بابا سيدو بابا خلي الملاك يركن يمين سيدو ماما خلي الملاك يركن شمال سيدو جدو خليه في مكانه عشان تعبان ما تحركوش من مكانه شوف انت مين سيد انت فين سيد انا ما اعرفش غير انتو سيد هو ده الحاجه الوحيده اللي بتراقب اي كلام تاني ده رغي على الفاضي انا شاروخان زكي شان اما تبت شان معاك شكرا هو بيعمل ايه ده بيصلي هو بيضة بيضة امهات هو بيعبد فراخ بيدن ده بيدعي شينما في بيضة وقعت من الصلاة تفتيش طيب تفتيش كل الناس تفتيش تفتيش يلا يا جماعة مش مشكلة كله يتفتش ما يجراش حاجة الناس عايزين يطمنوا عشان المهرجة يلا كله في الدور كله يقف ماشي فتش يا عم اسمك ايه اسمي عساف عساف وانا ماشي ليالي عساف الفرقة تمام ايه هو ايه اللي تمام تمام ازاي يعني هو عندي التفتيش كده اسلوبي كده بعمل ايه مادام اسمك جه معايا في اغنيه يبقى انت ما فيكش متفجرات خلاص ده اسلوبك ده اسلوبي طب خلي بالك عشان انا اسلوب القرد بقى عز امشي اسمك ايه اسمي زعتر زعتر وتعمل وتنسى هواك لا تمام مفيش اي حاجه اتفضل اسمك ايه ليلى يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكيلة يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكيلة عايزنا اقول بحبك ليه بحبك بس مش ليلى يا اتفضلي يا عدل اسمك ايه تامر عيني بتحبك وقلب تمام اسمك ايه مكرم مكرم من كده ايه قلبي وسبته لا تمام مفيش اي حاجه اسم حضرتك ايه شفيني شفيني جوه حضنك يوم شفيني جوه حضنك يوم ودفيني دفاتوا سنين انا وعيني بتحلم بيك الله ينور يا فوقش الله ينور سيب المعسكر بقى اللي انت فيه مش دول شنخر ومنخر بتوع السلاحف تمامات 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 من هنا للشلالات حبايبنا بلديات تمام كده تمامات تمام تمام كده التفتيش نرجع شغلنا شو اللي غلب السرير بره سينا بره 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 دوسنا زفت واحد ايه القرف ده انت حاجه مقرفه ها كله تمام عرفنا دلوقتي عمل الجزر احنا بنجيب الجزره بنحط الجزره كده معلش يا باشا بعد اذنك ثانيه واحده أي عشان اسف بس المهرج الهندي وصل
فين؟ على الباب بره. مين؟ المهراج الهندي. جاي من الهند؟ اه. لا يا راجل. أول مسلسل اللي هياكل النهارده؟ اه المهراج الهندي. فين هو؟ واقف بره. طب ما تخليه يجي. في الهند هو. المهراج؟ المهراج على الباب. الهندي؟ الباب في الهند. خليه يجي. خليه يجي بسرعة. خليه يجي بسرعة. بس هو جاي ليه؟ جاي على الهند. جاي في ال في جاي عندنا في المطبخ؟ المفروض يجي. المفروض يقعد في المطعم. صح. أمال هو جاي ليه؟ عشان الهند جاي. جاي يشرف علينا؟ جاي يشرف. لا انا ما حدش يجي يشرف علي، انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو. ماشي. مش ماشي. لا غلط، قول لي لازم يجي. اقول لازم يجي؟ ماشي. المهراج لازم يجي دلوقتي. خليه يجي دلوقتي. على ايوه ماشي. حاضر. من جاي منين؟ جاي من الهند. جاي. خليه يجي. ماشي ثانيه واحده. المهراج الهندي شامبورا يتفضل. خليل علي دا، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلامه واضح. عليكم السلام. ساريجاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني ورقاتا ناتا. الله الله، سمعين الكلام. راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني، وهيلاقي دواء بالهارسيا فين غير عندنا؟ أهلا وسهلا. تشرفات تشرفات تشرفات. أول فين حبيباتا؟ وي حبيباتها دي جمارة دي. حبيبته كانت معاه. الراجل بيقول حبيبته كانت معاه. فين حبيبته؟ حبيبته فين؟ حبيبته موجودة بره على الباب. فين؟ في الباب بره. حبيبة مين؟ حبيبة الهند. المهرجة؟ اه. حبيبة الهند؟ اه. موجودة بره على الباب. دي ايه، جوز هند؟ اه. مرات هند؟ مرات الحباب. ناديلها بسرعة. دخل الباب؟ لا. أمال دخل مين؟ دخل مراته ولا مرات حبيبته؟ مرات حبيبته؟ ماشي. ثانية واحدة، ثانية واحدة. حبيبات المهرجة الشهقو يتفضل. يا استغفر الله العظيم، مش كده حبيباتها اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم يا حبيبي. حبيباتا حبيباتا وكرمليايا اينا هاجيني هم كبي كوشي كبي جم اينا هاجيني هم. الاكل يتاكل هم والواجب يتحف السم. انت شريرة، انت شريرة، هاي كرم وسكش شنجاي ماجاش انا عادي. كمل الفيلم للاخر ولا ايه؟ مستر عساف، الناس هيجوا يشرفوا علينا في الاكل. ايوه ان شاء الله. ها؟ اهو موجود. حضرتك بقى اتاكد من المطعم وكله تمام. اتاكد. حاضر. الترابيزات نظيفه، الكراسي سليمه. ها؟ ايوه. ثانيه واحده. ماشي. اشوف ال اتفضل. انا داخل اوضه العمليات، مش عايز حد. اتفضل. اهلا وسهلا، نورت يا مهرجة. حبيبات كاتبين.